بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغفلة من الأمراض الفتاكة التي يمكن أن تصيب الإنسان ولا تصيب الكافر فقط، وإنما تصيب حتى المؤمن. والغفلة هي ذاك المرض، هي ذاك الداء الذي يمكن أن يتسلل إلى النفوس وإلى القلوب وإلى العقول من دون أن نشعر. نشعر أننا ما زلنا في قمة العبادة والتقوى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونشعر أننا لربما وصلنا إلى درجة الكمال، ولكننا في نفس الوقت لا نستشعر ضعفنا أو نقاط ضعفنا، أو أن في هذه النفوس بعض هذه الثغرات التي يتسلل منها الشيطان مثلا، أو أن في نفوسنا منفذا للهوى أو للعاطفة التي يمكن أن تقودنا إلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الغفلة أخواني في بعض تعاريفها هي عدم الالتفات، هي أشبه ما تكون بشيء يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، كما في بعض المعاني. وإن الغفلة والسهو نظائر، يعني متشابهات، ونقيض الغفلة اليقظة. وعلى الإنسان أن يكون دائما متيقظا. هذا المفهوم وهذه الصفة، صفة الغفلة، قد ذكرت في القرآن. ولكن كيف ذكرت في القرآن؟ عندما نقرأ القرآن علينا أن نقرأه بقلوب وعقول مفتوحة، وأن نبحث عن سر هذا وصفي لله سبحانه وتعالى عندما يقول: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ويقول عز من قال: والذين هم عن آياتنا غافلون. ويقول تعالى أيضا في كتابه العزيز: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني الموت يقترب منا ونحن في غفلة وأيضا معرضون، معرضون عن هذه الحقيقة، ناكرون لهذه الحقيقة الكبيرة ألا وهو الموت. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. إذن أخواني، هذه الغفلة تصيب الناس وكثير من الناس، وهي شكل من أشكال الكسل والبرود العقلي اتجاه آيات الله سبحانه وتعالى. وقد يصيب الكافرين أو يصيب الملحدين أو يصيب الذين يبتعدون عن خط الله سبحانه وتعالى في العقيدة وفي الإيمان، ولكنه أيضا هو اللهو القلبي. لاهية قلوبهم، هذه القلوب تحب اللهو، تتعلق بزخارف الدنيا، تتعلق بهذه الزينة المؤقتة، بهذه الشهوة واللهذة المؤقتة، وتسرح وترتع في حقولها وفي حدائقها غافلة عن النتيجة أو النتائج التي يمكن أن يصل إليها الإنسان. ولربما هذا اللهو القلبي هو أخطر أنواع الغفلة،
وهو الذي لربما يستنزف كل طاقات الإنسان. وكما قلنا أن هذا الإنسان يتصور أنه قد وصل إلى درجة من درجات التقوى أو الكمال الإنساني أو الحمد لله، يعني أنا بالسيف سايد، أنا الحمد لله الآن آمن على نفسي، أصلي وأصوم وألتزم وذهبت إلى الحج. ولكن هناك نقاط ضعف يمكن أن تصيب هذا الإنسان، ونبقى نحن يعني علينا الالتفات إليها. إذا جئنا إلى الأحاديث كي نأخذ منها ما يمكن أن يسلط الضوء على هذا المفهوم، ورد عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه: يا بني لكل شيء علامة يعرف بها ويشهد عليها، وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان. فالإنسان المؤمن عليه أن يتحرز، عليه أن يكون يقظا، عليه أن يكون ملتفتا، وإلا ممكن أن يصاب بإحدى هذه الصفات وينسى ويسهو ويغفل. وورد في الحديث أيضا عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: الغفلة ضلالة، بمعنى تضل الإنسان، ممكن أن تضل الإنسان، ممكن أن تحرف الإنسان، ممكن أن هذا الإنسان يصاب ببعض هذه الأمراض الفتاكة من خلال الغفلة اللي هي سببها الهوى، سببها العواطف الغير يعني مغربلة والغير مدروسة. هذا الحب الجارف لهذه الحياة قد لا يتمظهر إلا في حب المنصب مثلا، أو حب أنه أنا رأيي يكون هو الرأي الصائد، أو إلى آخره. والتحذير من مثل هذه التصرفات كثير في الأحاديث. الغفلة ضلالة. وأيضا عن الإمام علي عليه السلام حيث قال: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك. وأيضا ورد عنه عليه السلام: أيها الناس، غير المغفور عنهم والتاركون المأخوذ منهم، ما لي أراكم عن الله ذاهبين وإلى غيره راغبين. إذا أخواني، هذه الغفلة وأخطارها، لكن مرة أخرى ما هي الأسباب؟ واحدة من هذه الأسباب التي تقودنا إلى الغفلة هو أننا نشعر بأننا الحمد لله أصحاب تاريخ طويل، جهاد ونضال وسجون وتغرب وما أشبه ذلك. هذا كله راح يعطينا كريدت، راح يعطينا منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وكأنه مستقبل أيامنا مضمون، أنه إحنا ما عدنا أخطاء وما عدنا أمور ممكن أنه نقع بها بالخطأ. أيضا من أسبابها هو عدم الجدية والبرود في التعامل مع آيات الله، مع بعض الأحاديث، وكأن هذا الحديث هو ما يخصني، وكأنه أنا الحمد لله حصنت نفسي تماما ووصلت إلى درجة الكمال، ولا أحتاج إلى أنه أي واحد بعد ينصحني وأي واحد يوضح لي. والأسوأ من ذلك أن بعض الناس في مواقفه يتشدد، وكأنه هو قد اطلع على القلوب واطلع على ما في النفوس، ويتخذ موقف متشدد من فلان يتهمه بالخطأ، فلان يتهمه بالانحراف، وحتى لو قيل له: يا فلان، نشهد بالله أنه أنا ما قاصد ولا تكلمت ولا كذا، ولكنه يصر. ما هو السبب الإصرار على مثل هذه المواقف؟ لربما واحدة من أسبابها هي الغفلة. إذن هذا الشعور الخادع بالكمال وعدم الجدية في التعامل مع آيات الله، مع الأحاديث، عدم الجدية بالتعامل مع الصلاة عندما تتحول الصلاة إلى عادة فارغة لا تكون منتجة. الحمد لله أنا أصلي في أوقاتها وفي المسجد، لكن صلاتي كم أثرت فيها؟ أنه هل أثرت فيها في أنه تكون صلاة منتجة، خلتني أقرأ مثلا أكثر، أتعرف على القرآن أكثر، أثقف نفسي أكثر، عندي ضعف في الجانب الاجتماعي مع الناس، حاولت أنا أكون أكثر في التعامل الاجتماعي مع الناس، أسأل عن الناس المنقطعين اللي ما أشوفهم زين. هاي الصلاة اللي أنا أصليها فعلا خلقت عندي هذه القدرة والقوة على أن أعترف بالخطأ، حتى
ولو كان أمام الناس. هذه الصلاة اللي أنا أصليها خلتني أني فعلا أعتذر أو أمتلك جرأة وشجاعة الاعتذار حتى من أبسط الناس ومن أصغر الناس. الأب يمكن أن يعتذر من ابنه، وكذلك الأم، وكذلك الأستاذ من طالبه. عندنا هيك قدرة، عندنا هيك إمكانية. إخواني، ما قيمة أن يكون الإنسان كبيرا عند الناس وهو صغير صغير عند الله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة أنه أنا أمشي مع الناس وأمام الناس والحمد لله أنا محترم مقدر في عينهم، كبير فلان باللقب الفلاني وفلان بالعنوان الفلاني، ولكن ما هو عنواني عند الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا كبير عند الله أم أنا صغير عند الله؟ لا قيمة لنظرة الناس واحترام الناس وتقدير الناس إذا كنا صغارا في عين الله سبحانه وتعالى. إذن الغفلة ممكن أن تجعلنا ننقاد إلى هذه الرؤية، رؤية الناس لنا وتقييمهم لنا، ولكن عدم الغفلة والجدية والوعي واليقظة والتقوى الحقيقية اللي تخلينا دائما نحاسب أنفسنا، وأنه لا تضع رأسك على المخدة كي تنام إلا بعد أن تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك شريكة، ومن خلال ماذا؟ محاسبة الدوافع، العواطف، المواقف، لماذا فعلت كذا، لماذا قلت كذا. إذن هذا يؤشر على خلل في نفسي، على مرض، على ضعف من حالات الضعف التي يعيشها. أما نتائج الغفلة إخواني يعني كثيرة بلا شك، لا أقلها أو لا أقل منها هو الانحراف عن خط الله سبحانه وتعالى. أما ما يمنع من الغفلة فكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: يا أبا ذر هم بالحسنة، يعني بادر إلى الحسنة، لا تتأخر، لا تقول ها اليوم وباكر وبعد يوم وكذا. لا، قضية التسويف عندنا أنه إحنا من نخلي أولويات، مثلا نقول اليوم لازم أجي إلى الصلاة أو أحضر إلى صلاة الجمعة، لكن واحد يخابرني يقول لي بلكي أشوفك عندك المسألة الفلانية، أقول ها، طبعا أقدر أقول له الزحمة أخجل أستحي كذا، خلي أروح. تسويف، بادر، هم، لا تأخر نفسك، منو قال أنت باقي؟ وإذا بيك تخسر هذه الفرصة. يا أبا ذر هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين. أيضا من وسائل المنع من الغفلة عن الإمام علي عليه السلام: بدوام الذكر تنجاب الغفلة. مو الذكر اللساني فقط، وإنما الذكر القلبي، أن يذكر الإنسان ذنوبه، أن يذكر الإنسان موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فخلي الإنسان دائما يصير عنده مقارنة، يعني كيف يراني رسول الله، كيف يراني أمير المؤمنين، كيف يراني مثلا هذا الشخص اللي أنا خليته قدوة فعلا أنه أنا كما يريدون أو لا. هذا الذكر لله، تذكر ذنوبك، تذكر معاصيك، تذكر نقصك. عن الإمام علي عليه السلام: إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد. يعني الإنسان ما يتعامل ويا وقائع الأحداث أو المصائب اللي تمر بالناس ماذا وكأنه هي ما تعني. هذا مثل اللي قالوا له جيرانك قاعد يحترق، ثالث جيران قال لهم إيه بعد ما واصل عندي، قالوا له زين، ورا يوم جو قالوا له هذا جيرانك الثاني بيته يحترق، قال لهم إيه هم بعد ما وصل عندي، إلى أن وصل جيرانه اللي بصفه قال لهم إيه بعد ما وصل عندي، إلى أن وصل البيت يا الله حس. شلون يعني من يموت إنسان بعيد عنك، أو تقرأ في الصحف والجرائد أو نشوف التلفزيون هاي المصائب والأحداث وغيرها، أو فلان والله مات بعيد وفلان بعيد، إلى أن يوصل إلى بعدين يلا تحس إنه الإنسان يعتذر، يتعب، يحاول يدرس ما يجري حوله. ولهذا هذا قول أمير المؤمنين قول دقيق جدا: يا
إذا نأخذ بس بهذا الإطار، إطار الموت والتذكير بالموت، إن من عرف الأيام لم يغفل عن الاستعداد. أيضا أخواني، مما فعلا يمنع من الغفلة هو كما قال الإمام الباقر عليه السلام: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة وصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. سئل أحد الصالحين فقيل له: لماذا تحضر إلى المسجد قبل الأذان؟ فقال: إن الأذان لتنبيه الغافلين ولا أريد أن أكون منهم. فالكلمة موجزة لطيفة، لو الإنسان يستشعرك وقت أنا لازم أجي، هذا وقت لله مخصص لله، خلي أفرغ ذهني، أفرغ عقلي قلبي من هاي الهموم، من المشاكل، من كل ما يمكن أن يشحن ذكرك، يشحن فكرك وذهنك عفوا، ويخليك مشغول، فرغ قلبك لله لبعض هذه اللحظات. فنسأل الله سبحانه وتعالى لا نكون كذلك. أما نتائج الغفلة، ومن طالت غفلته عن الإمام علي عليه السلام تعجلت هلكته. لطول الغفلة عندنا أخواني، خلي الإنسان يحاسب نفسه، وخير وسيلة هو المحاسبة. عن الإمام علي عليه السلام: من غلبت عليه الغفلة مات قلبه، ومن طالت غفلته تعجلت هلكته، ودوام الغفلة وهو الأسوأ يعمي البصيرة، يعني لا يهتدي، يقع في الخطأ ثم خطأ آخر ثم خطأ ثالث ورابع، وهو يشعر أنه في أمان وأنه قريب من الجنة وأن منزلته مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وأخيرا هذا الحديث عن الإمام علي عليه السلام حيث يقول: إياك والغفلة والاغترار بالمهلة. الحمد لله، الله مطينا عمر، بعدنا شباب، فلان عاش كذا سنة، فلان عاش كذا سنة مثلا، هو أنا عمري راح يكون مثل يعني عمر الآخرين؟ لا، فإن الغفلة تفسد الأعمال، بمعنى أنه يمكن أنه يدخل الشيطان فيها، الهوى، المنطلقات الغير صافية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان ضروري يغرد المنطلقات نواياه، ويراجع أعماله وحساباته، ويحاول يسوي كشف لنفسه، لضعفه، للأمراض اللي ممكن أن تفتك به. ولهذا أخواني، من عطاءات هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وخصوصا مع ساعات الصوم وأجواء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يراجع الإنسان نفسه، يراجع الإنسان حساباته، ويحاول أن يكون بعيدا عن الغفلة، وأن يسد كل الأبواب على هذه الغفلة التي يمكن أن تقوده إلى معصية الله. رب خطأ بسيط وخطأ قليل يمكن أن يغسل كثير من الحسنات، رب غفلة تؤدي إلى غيبة، الغيبة التي يمكن أن تجعل أعمالك غير مقبولة من صلاة وصيام 40 يوما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الغفلة في أعمالنا وفي قلوبنا، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى بضعة الرسول الزهراء البتول عليه السلام، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين عليهما السلام، وعلى أئمة المسلمين عليهم السلام علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والحجة القائم المهدي
عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وشيعته ومستشهدين بين يديه إنه سميع مجيب. إخواني وأحبتي وعزتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كما يريد، أن نكون من الذين ابتعدوا عن الغفلة وسدوا كل النوافذ كي لا تدخل إليهم أو كي لا تكون منفذاً لمعصية الله ولإفساد العمل. نسأله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا هذا القليل، إنه سميع مجيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه سميع مجيب. هذا هو الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ولا تقول الحمد لله عملت فيه الكثير. الحمد لله هذا الشعور لربما هو شكل من أشكال الغفلة أو مدخل إلى الغفلة. الحمد لله أنا هذا الشهر قمت بما علي، أنه الحمد لله أحييت ليالي القدر وكان هذا الشهر مميز. قل الحمد لله الذي وفقني لأحياء هذا الشهر، الحمد لله الذي وفقني لعبادته، وأسأل الله أن يديم علي فضله ورحمته وتوفيقه. الحقيقة هو توفيق من الله، فضل من الله أن تكون عندك فرصة ووقت والطاقة حتى تأتي وتستثمر هذه الأيام وهذه الليالي. ولكن لمن فاتته، لمن قصر، فهناك المزيد، فهناك ما بقي من هذه الأيام عليه أن يستثمرها ولا يهملها، وإلا كان شكلا من أشكال الغفلة. أيضا أخواني، لربما تكون هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة ومن شهر رمضان المبارك، ويفترض يعني أن نتذكر بأن أيام الجمعة الأخيرة هي فعلا أيام لاستذكار واستحضار قضايا المسلمين، وخصوصا أخوة لنا يعيشون تحت الاحتلال. ومع شديد الأسف، لأنه كثرت المصائب على الأمة الإسلامية وكثرت الابتلاءات وتحركت الفتنة وتنقلت من بلد إلى آخر، وجعلتنا لربما نغفل عن هذه القضية التي ما زالت تعتبر من أكبر قضايا الإسلام والمسلمين، وأنه يوم القدس هو يوم استحضار وتذكر كل المظلومين في العالم، وخصوصا أخوة لنا. ولربما أقل ما يمكننا أن نفعله هو أن ندعو لهم. ولكن المؤمن، كل المؤمن، لا بد أن يستشعر فائدة هذا الشهر المبارك عندما تعيش الألم وبقرصة الجوع والعطش. هذا الألم هو الذي يربي الإنسان، هذا الألم له فائدة أنه يجعلك تشعر بالآخر. نعيش أياما طويلة خلال السنة مرفهين ونعمين، نأكل ونشرب، والله أنعم علينا بهذه النعم، ولكن هذا الشهر الله الذي حسسنا بقيمة النعم والذي حسسنا بالآخر. إذا أنت تشعر بأنه أنت آمن، هناك أخ لك غير آمن. تشعر بأنك شبعان، فهناك أخ أو إخوة لك غير يعني لا يشبعون. وهكذا أخواني، أيضا علينا نتذكر إخوانا لنا يعيشون في بلاد قد أدخلت في أنفاق الفتنة الطائفية أو الفتنة الدينية أو ما أشبه ذلك، وتجرهم إلى القتل المجاني مع شديد الأسف، وتنتقل من مكان إلى آخر. ولهذا هذا الشهر أيضا يفترض أن يربي عندنا الوعي ومعرفة ما يجري وقراءة ما يجري بشكل صحيح. أيضا أخواني، هذا الشهر المبارك لا يفترض أن يكون هما مذكر. الرسول عندما كان يستقبل شهر رمضان وعظمة هذا الشهر المبارك بأنه ماذا؟ بأنه يعني أفضل الأشهر وأفضل الأيام والساعات والليالي، ويعني نحن ضيوف عند الله. هذا شعور راقي جدا، يعني أنت ضيف عند الله، ومن هو أفضل من الله؟
ولكن في نفس الوقت خلي يصير عندنا شعور أن شهر رمضان يعني ضيفنا، ولا بد وأن نهتم بهذا الضيف. بس من يخرج هذا الضيف من بيتنا من وقتنا ما نقول له مع السلامة وروح، لا، إنه هذا الضيف يظل طعمة في أفواهنا، في على ألسنتنا، على قلوبنا، على عقولنا. نتذكر الأيام اللي امتنعنا بها لربما عن الحرام وقويت فيه إرادتنا في الامتناع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، أن تستمر هذه القوة وهذه الطاقة إلى أيام السنة، ويكون صوما كبيرا خلال أيام السنة. وأيضا إن شاء الله نستقبل العيد بقلوب منفتحة على الله سبحانه وتعالى، بأن نكون قد نجحنا خلال هذا الشهر في أن تجاوزنا كل نقاط الضعف والغفلة، وخصوصا إذا كانت في قلوبنا بعض الكراهة والغل والحقد للآخر. لربما في بعض الأحاديث إن الله لا يقبل عمل عامل كان في قلبه ذرة حقد على أخيه المؤمن. فعلينا أن ننفتح وأن نسامح وأن نتجاوز إذا أردنا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، إنه سميع مجيب. إن شاء الله أصلاني ملخص باللغة الإنجليزية. Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our topic for today is talking about being heedless. And this is or ghafla. So this is one of the most dangerous diseases that we may be affected. And unfortunately that this kind of disease is not something noticeable. It is something hidden. So that's why we need to search. We need to put ourselves, our hearts, our mind under the microscope and see if we have it or not. So when Allah subhanahu wa ta'ala talked about this subject or this topic, when He said, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, and those who are heedless of our ayat, means like proofs and evidence and verses and lessons and signs from Allah subhanahu wa ta'ala and revelations, which means that a lot of people are like this. So it is not just a few. And also Allah subhanahu wa ta'ala talked about this topic in different verses in the Quran, and this is really something that we need to pay attention to. One of them that we are not serious enough to understand what is wrong with us. Or some people, when he talked about those kafirin, the infidels or disbelievers, they didn't pay enough attention. Not because they didn't hear, or they didn't see, or they didn't listen. No, they had ears, but they didn't listen, which means that they didn't pay enough attention. And they saw the miracles of the Prophet and the other prophets, but they didn't, or they didn't try to, you know, absorb it or interact with it or think about it, you know, in a very reasonable way. So this kind we are not talking about. We are talking about the other kind, which really affected us as mu'mineen. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We are the followers of Ahlul Bayt, alhamdulillah. But the problem is, we still have some problems in our souls. And this might affect our actions with Allah subhanahu wa ta'ala. And especially in this month, we need to, you know, clean up everything that we might be affected through the whole year. And one of them is this kind of disease, which is ghafla. When we come to the narrations, there are a lot of narrations talking about this. So I'm going to pick up some of them just to enlighten you with that. When Luqman alayhi salam said to his son, exhorting him, "O my son, everything has a distinguishing characteristic by which it is recognized and witnessed. The negligent person has a three distinguishing characteristics: absent-mindedness, amusement, and forgetfulness," which means that one of them is enough to lead us to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhi salam, you know, really talked about this subject, and he wanted us to be aware of it. Negligence is deviation, which means that is going to lead us to what is forbidden. And also Imam Ali alayhi salam said, "All people,
who are not neglected by Allah and yet who neglect that which will be taken to account from them, how is that, how is it that I see you moving away from Allah and longing for others? Brothers and sisters, is it really so important to be big and respectful by the eyes of other people? At the same time, we are not in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's make this kind of balance and judge ourselves in this sense. Is it really important that we always pay attention to people around us and how do they look at us? But we don't pay attention, or we don't pay enough attention to Allah subhanahu wa ta'ala and how He looks at us. So brothers and sisters, we need to be aware of that. And the most important and effective way is that we are going to be prevented from getting this kind of negligence or being heedless is by always remembering Allah subhanahu wa ta'ala, as Imam Ali alayhi salam said, through constant remembrance of Allah is negligence dispelled. And also Imam Ali alayhi salam said, verily any believer who is mindful of the tasks of Allah or of the obligatory prayers and prays them on time is not of the negligent ones. And also Imam Ali alayhi salam said, the one who is overcome by negligence, his heart is dead, which is really so serious problem, and we are not supposed to be like those. At the end, brothers and sisters, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to benefit from this great month. This great month of Ramadan, when we, you know, fast, when Allah subhanahu wa ta'ala wanted us to experience this kind of pain of hunger and being, you know, thirsty in these days, is really to feel about others in different ways and dimensions, not just for those who are poor. Now when we got this kind of, alhamdulillah, safety, we need to think about those who are not. When we have enough to feed ourselves and our families, maybe more than that, we need to think about those who don't. When we are, alhamdulillah, get the chance to work and find good jobs, we need to think about those who are not. And also we need to think about our brothers and sisters who are really under the, you know, what we call invasion and, you know, like in Palestine, those who are suffering from, you know, all these situations and circumstances. And also we ask Allah subhanahu wa ta'ala for those who are suffering from the disorders in our Islamic countries and the, what we can call it, portable, you know, death, which is, you know, always happened in Iraq by car bombs and others, and in you know, what's going on in Syria, this kind of killing. And we feel sorry for what's going on in Egypt right now and in Tunisia, which we can see some of the signs that it might go in this kind of, you know, tunnel of killing and the free killing. So we need to ask Allah subhanahu wa ta'ala to prevent all of that for our, you know, beloved brothers and sisters, and to go abroad to heal the, you know, for those who are our brothers in humanity, as Imam Ali alayhi salam said. We ask Allah subhanahu wa ta'ala then inshallah to accept our deeds, to forgive us our sins, and inshallah to be aware of our duties towards Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala at the end inshallah to keep us on this right path. إِنَّهُ سَمِعٌ مُجِيبٌ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله عليه وسلم.